ياسر ريان على الهاتف نجم، يعني طبعا ايه والد الكابتن احمد ياسر ريان ونجم طبعا النادي الاهلي الجديد كابتن ياسر. تعبتنا كابتن ياسر، عندنا اتنين كده من حضرتك مخلينا مش حبيبي اخبارك ايه؟ كابتن وليد وكابتن كمونه، مبروك 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 يا ياسر. احنا 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 مبروك مبروك لاحمد احمد، وكل سنه وانت طيب. انا لسه خارج دلوقتي والله يا كابتن وليد، وسامع الحوار اللي انتوا بتتكلموا في الكلام الجميل، وانت عارف انت مربي احمد اكتر وعارفه اكتر مني، انا كاب. لكن انت كمدرب ومرنت احمد وكنت بتتنبأ له اللي هيحصل له وقت من الاوقات طفره في الكوره، وكمونه اشتغل معاه برضه في السن الكبير، فالاثنين انتوا اصلا مكملين لبعض مع احمد ريان يعني. واحنا كابتن ياسر يعني علشان كنا في قطاع الناشئين، فاحنا عارفين المجهود اللي انت عملته انت ووالدته تحديدا، يعني ياسر ووالده ايهاب واحمد تعبت جدا معاهم، والامانه هم اجتهدوا من وهم عندهم تقريبا 8 سنين يعني كافحوا، مش عشان هم اولاد ياسر ريان، خد بالك. مبروك يا ياسر بالتوفيق ان شاء الله، وما شاء الله عليه كده، واللي جاي احسن باذن الله. والاضافه كلاعبين موازين يا كابتن وليد وكابتن كمال، اتكلموا دي رساله للناشئين في النادي الاهلي. طبعا رساله موجوده الحمد لله، اللي في ناشئين كتير كويسه قوي. الحاجه الثانيه اللي هي الرساله اللي الكابتن وليد اتكلم على الناشئ ما بياخد فرصه، وخاصه من ناشئين النادي الاهلي الانتماء بيبقى قوي جدا وزاد جدا، والواد متعود اللي هو برضه يكسب. خلي بالك الناشئ في النادي الاهلي متربي، وانتوا عارفين كده الناشئ في النادي الاهلي متربي الولد يكسب ومعوده على المكسب. دي نقطه. النقطه الثانيه المشوار لسه زي احمد، يعني ما كنتش بصراحه حابب ان انا اعمل مداخله، ليه؟ انتوا عارفين المشوار بالنسبه للناشئ زي ده بقى طويل، هو وزمايله طبعا احمد حمدي ولا نيدفيد ولا بيكم ولا الناس دي كلها، لازم تعرف اللي الموضوع بقى طويل جدا ومشق جدا. النادي الاهلي الموضوع مش سهل، اللي انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي ده مش سهل، واللي انت تبقى موجود من ضمن ال 18 مش سهل، لكن اللي انت تجتهد وتتمرن ده حاجه كويسه، واللي انت تبقى متواجد مع النادي الاهلي ده حاجه اكبر. فدي حاجه شرفتني طبعا ان انا بتفرج على المباراه اللي الناشئين النادي الاهلي في يوم من الايام الحمد لله بيعتمد عليها، حتى اللعيبه اللي كانوا بره برضه هم من ناشئين النادي الاهلي. طيب. كان اسلام محارب ولا حسين التاني. كابتن ياسر من خلال، يعني طبعا اكيد انت متابع، انا عارف ان انت ما بتحبش تتدخل في يعني في الحته بتاعت يلعب ولا ما يلعبش او بيتكلم حد، لا الموجود الموضوع ده مش، انا عارف ان هو مش موجود عند حضرتك، دي حقيقة. ولكن انت من اول مره شفت احمد، وهل كنت تتوقع تطور اداؤه اللي يبقى موجود في الوقت الحالي مع الفريق الاول؟ بحكم ان انت مدير فني قبل كده، يعني موجود كمدير فني وايضا كلاعب طبعا كبير في النادي الاهلي ومنتخب مصر. في طفره فنيه بتيجي، هي اعتقد ان الطفره اللي موجوده احمد فيها ده، واكيد وليدي وكمونه اتفقوا معايا، اللي هي موجوده حاليا فيه الوقت الحمد لله، تمرينه في الدرجه الاولى الرهبه راحت من عنده. برضه انت عارف رهبه لعيبه النادي الاهلي والنجوم اللي بتمرن معاه، برضه دي اعتقد اللي هي راحت من عنده. عنده ثقه في نفسه برضه، دي موجوده. حتى عنده برضه شخصيته موجوده، وخاصه يعني انت ما بتقول احمد ياسر ريان هو ما بتضايقوش، ودي برضه حاجه بتديله ثقه. في ناس بتتضايق لما تقول فلان ابن فلان، بتديله لها عادي جدا، وهو عنده شخصيه وعنده الحته دي موجوده جواه. لكن لا هو دلوقتي يعني دي بدايه الطريق بالنسبه له. السنه اللي فاتت الكابتن حسام البدري اداله بعض الماتشات الوديه برضه، وكان ظهر بشكل كويس. انا بقول النادي الاهلي على طول جعان بلغه الكره، النادي الاهلي جعان، ما تفكرش انت ما تجيب جونين يبقى انت خلاص كده نهايه المطاف. بالعكس كل مره هتلاقيك لو انت ما جبتش جون او انت مالكش وصله في المباراه، الامور هتبقى صعبه عليك. زي ما الناس بتصيد فيك وبتتكلم عليك كويس وبيقولوا خامه كويسه، ممكن انا بدي نصايح مش اكتر. لكن الحمد لله النهارده الفرقة النادي الاهلي كمان ظهرت بشكل كويس، وانت كابتن وليد وكابتن كمونه برضه كنت متابع البرنامج اللي هم بيتكلموا بالنسبه للبدنيه النادي الاهلي اللي هو الاجهز، مش تقليلا في فرقه النصر ولا حاجه، لكن النادي الاهلي شكله كان كويس برضه، هو بيبص على طريقه اللعب اللي هيلعب بها السنه دي، ممكن يغيرها ممكن يفضل بيها، فكل دي كانت بالنسبه له حاجات ثوابت الحمد لله في الفريق يعني. ان شاء الله خير يا كابتن سمير. كان عايز يتكلم حضرتك برضه في نقطه معينه، اتفضل يا كابتن ياسر. فتره من الفترات احمد كان ماشي كويس في الماتشات اللي قدام مع النادي الاهلي، وكابتن حسام كان مقتنع بيه جدا، وجاله اكتر من عرض، ولكن كابتن حسام البدري عرض من عروض برضه، يعني جاله سموحه وجاله الاسماعيلي وجاله المقاولين، وكل المدربين الحقيقه بتاعت الانديه كلموني واديتهم تقرير كويس جدا، وده حقه. لكن في الاخر طبعا كابتن حسام مقتنع بيه جدا بامكانياته الفنيه والبدنيه، عشان كده اتعمل له عقد وفضل مع الفريق الاول للنادي الاهلي. اتمنى له التوفيق ان شاء الله ان هو ياخد فرصته في الماتشات الرسميه واحده واحده يعني الفتره اللي جايه. ياسر بالظبط،
بالظبط يا كمان. على فكره الشهاده برضو الواحد يقولها برضو للكابتن حسام غالي، يعني مره احمد بيقول لاحمد انت طموحك ايه؟ ده انا بديك رساله برضو من كابتن فريق لمين؟ لناشي. قال له يا كابتن انا برضو فرصتي في اللعب ممكن ما تبقاش كبيره قوي. قال له طب انت عايز تروح فين؟ قال له انا جاي لي سموحه وجاي لي المقاولين وجاي لي وجاي لي. قال له طب انت عايز تروح تعمل ايه هناك؟ قال له هروح العب. قال له طب ما انت موجود في النادي الاهلي، ما تلعب واثبت وجودك انت بدل. وانت لو رحت سموحه هتعمل ايه؟ قال له لو رحت سموحه عشان ارجع النادي. قال له ما انت في النادي، خلي بالك دي رساله كويسه جدا. قلت له بص دي رساله قويه، اللي لعيب كبير بيقول لي ناشي انت عايز ايه؟ انت عايز النادي؟ لا ما انت في النادي الاهلي، اثبت وجودك في النادي الاهلي، تلاقيك متواجد في النادي. ليه؟ النادي الاهلي مصر كلها عايزه تلعب في النادي الاهلي، ما انت موجود في النادي الاهلي. فدي رساله بيوصلها حسام غالي الناشئين او اللعيبه تيجي النادي الاهلي يعني. طيب عامة يعني أنا عايز أضيف لكلام حضرتك يا كابتن، عايز أضيف لا وجهة نظر محترمة. طبعا يعني جزئية مهمة. هو لو راح مثلا سموحة هيروح يعمل إيه؟ هيروح ينافس مع عدد برضه من المهاجمين المتميزين. صحيح. طب ما أنت طالما هتروح سموحة أو المقاولين وتموت نفسك وتتمرن عشان تحجز مكان، طب ما تموت نفسك هنا وتلعب. صحيح. وجهة نظر. رسالة جميلة بصراحة يعني. كابتن ياسر أنا عايز أضيف بقى يعني قبل ما أختم حضرتك، إن يعني الاثنين ما شاء الله سواء أحمد أو إيهاب يعني بعيد عن اللعب اخلاقيا كمان حاجه محترمه جدا، ويدل على طبعا التربيه المحترمه طبعا، دي حاجه مميزه. ربنا يوفقهم ان شاء الله كابتن ياسر ويبقوا في تالق باستمرار ويشرفوك كلاعب قديم في النادي الاهلي ومنتخب مصر. وما تزعلش امبارح يا ياسر برده عادي. اتغلب امبارح؟ اتغلب في اللعب؟ ما تزعلش يعني. حاجه برده. اديتك انت وعماره فرق كام اربعه؟ ها؟ ايه؟ فرقه الظلم يا وليد. ايه؟ فرقه الظلم. فرقه الظلم ايه يا راجل؟ ده كابتن زكريا حاجز لكم اربعه بينالتي ما فيهمش الهوا. نورت شرفتك يا كابتن ياسر، نورت شرفتك. طيبين. العيد ان شاء الله.